بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 67 بعد 100. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في بيان مذهب أهل السنة ومذهب المخالفين لهم في أسماء الله وصفاته، يقول في ذلك: قد اتفق جميع أهل الإثبات على أن الله حي حقيقة، عليم حقيقة، قدير حقيقة، سميع حقيقة، بصير حقيقة، مريد حقيقة، متكلم حقيقة، حقيقة كما قالوا في سائر كما قالوا مع سائر المسلمين: إن الله عليم حقيقة، قدير حقيقة. بل ذهب طائفة منهم كأبي العباس الناسي إلى أن هذه الأسماء حقيقة لله، مجاز للخلق. وأما جمهور المعتزلة مع المتكلمة صفاتية من الأشعرية الكلابية والكرامية والسالمية وأتباع الأئمة الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وأهل الحديث والصوفية، فإنهم يقولون إن هذه الأسماء حقيقة للخالق سبحانه وتعالى، وإن كانت تطلق على خلقه حقيقة أيضا، ويقولون إن لله علما حقيقة، وقدرة حقيقة، وسمعا حقيقة، وبصرا حقيقة. وإنما ينكر أن تكون هذه الأسماء حقيقة النفاة من القرامطة الإسماعيلية الباطنية ونحوهم من المتفلسفة الذين ينفون عن الله الأسماء الحسنى ويقولون ليس بحي ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز ولا موجود ولا معدوم. وهؤلاء الذين يسميهم المسلمون الملاحدة لأنهم ألحدوا في أسماء الله وآياته، قد قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وهؤلاء شر من المشركين الذين أخبر الله عنهم بقوله: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. قال الله تعالى: كذلك ما أرسلنا في أمة وقال الله تعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فإن أولئك المشركين إنما أنكروا اسم الرحمن فقط، وهم لا ينكرون أسماء الله وصفاته. ولهذا كانوا أي القرامطة عند المسلمين أكثر من اليهود والنصارى. ولو كانت أسماء الله وصفاته مجازا يصح نفيها عند الإطلاق لكان يجوز أن الله ليس بحي ولا عليم ولا قدير ولا سميع ولا بصير ولا يحبهم ولا يحبونه ولا استوى على العرش ونحو ذلك. ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز إطلاق النفي على ما أثبته الله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات، بل هذا جحد للخالق وتمثيل له بالمعدومات. قد قال أبو عمر بن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج فينكرونها ولا يحملونها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها فهو مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود لا مثبتون. والحق فيما قاله القائلون بما نطق به الكتاب والسنة وهما أئمة الجماعة. انتهى ما نقله الشيخ عن ابن عبد البر. ثم قال الشيخ معلقا عليه: وهذا الذي حكاه ابن عبد البر عن المعتزلة ونحوهم هو في بعض ما ينفونه من الصفات، وأما فيما يثبتونه من الأسماء والصفات كالحي والعليم والقدير والمتكلم فهم يقولون إن ذلك حقيقة. ومن أنكر أن يكون شيء من هذه الأسماء والصفات حقيقة إنما أنكره لجهله مسمى الحقيقة أو لكفره وتعطيله لما يستحقه رب العالمين، وذلك أنه كان يظن أن إطلاق ذلك يقتضي أن يكون المخلوق مماهلا للخالق، فيقال له: هذا باطل،
فإن الله موجود حقيقة والعبد موجود حقيقة، وليس هذا مثل هذا، والله تعالى له ذات حقيقة والعبد له ذات حقيقة، وليس ذاته كذات المخلوقات. وكذلك له سمع وعلم وبصر حقيقة، وللعبد سمع وللعبد علم وسمع وبصر حقيقة، وليس علمه وسمعه وبصره مثل علم الله وسمعه وبصره. ولله كلام حقيقة وللعبد كلام حقيقة، وليس كلام الخالق مثل كلام المخلوقين. والله تعالى استوى على عرشه حقيقة، وللعبد استواء على الفلك حقيقة، وليس استواء الخالق كاستواء المخلوقين. فإن الله لا يفتقر إلى شيء ولا يحتاج إلى شيء، بل هو الغني عن كل شيء. والله تعالى يحمل العرش وحملته بقدرته، ويمسك السماوات والأرض أن تزولا. فمن ظن أن قول الأئمة إن الله مستوى على عرشه حقيقة يقتضي أن يكون استواءه مثل استواء العبد على الفلك والأنعام، لزمه أن يكون قولهم إن الله له علم حقيقة وسمع حقيقة وبصر حقيقة وكلام حقيقة، يقتضي أن يكون علمه وسمعه وبصره وكلامه مثل علم المخلوقين وسمعهم وبصرهم وكلامهم، إلى أن قال رحمه الله: فمن ظن أن أسماء الله تعالى وصفاته إذا كانت حقيقة لزم أن يكون مماثلا للمخلوقين، وأن صفاته مماثلة لصفاتهم، كان من أجهل الناس، وكان أول كلامه سفسطة وآخره زندقة، لأنه يقتضي نفي جميع أسماء الله وصفاته، وهذا هو غاية الزندقة والإلحاد. من فرق بين صفة وصفة مع تساويهما في أسباب الحقيقة والمجاز كان متناقضا في قوله، متهافتا في مذهبه، مشابها لمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. وإذا تأمل اللبيب الفاضل هذه الأمور تبين له أن مذهب السلف والأئمة في غاية الاستقامة والسداد والصحة والاضطراد، وأنه مقتضى المعقول الصريح والمنقول الصحيح، وأن من خالفه كان مع تناقض قوله المختلف الذي يؤفك عنه من أفك، خارجا عن موجب العقل والسمع، مخالفا للفطرة والسمع. انتهى كلام الشيخ رحمه الله في هذه الحلقة. وبه يظهر بطلان قول الذين لا يزالون يقولون إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وذلك أنهم يظنون أن مذهب السلف هو التفويض للصفات والجهل بمعناها، وأن الخلف علموا المقصود منها وأنه خلاف الظاهر، فصاروا يؤولونها بغرائب المجازات. ثم إن قولهم إن مذهب السلف أسلم قول متناقض، لأنه لا تحصل السلامة إلا مع العلم، دل على أن السلف يعلمون معنى الصفات ويثبتونه، وأن الخلف جهلوا المعنى الصحيح للصفات فصاروا يتخبطون في تأويلها. ثم كيف يكون الخلف المتأخرون أعلم من السلف المتقدمين بما فيهم الصحابة والتابعون والقرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذم ما بعدها؟ هل هذا إلا عين الجهل بمكانة السلف ومقدار علمهم؟ ولهؤلاء الضلال أشباه من بعض مثقف عصرنا الذين يجهلون قدر العلماء ويجهلونهم، ويقولون إنهم لا يعرفون إلا أحكام الحيض والنفاس. قصدهم من ذلك التنفير من علماء المسلمين والفصل بينهم وبين شباب الأمة حتى يتسنى لهم تضليلهم وتطويعهم لأغراضهم ومبادئهم. أسأل الله أن يهدي ضلال المسلمين ويقمع الأعداء والحاسدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وبهذه انتهت هذه الحلقة.